أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، نحييكم أينما كنتم في حلقة جديدة من ملف خاص. لم تنعقد منذ عام 2015، تأجلت في مناسبتين خلال السنوات الماضية، تأتي بعد طي صفحة الخلافات والتوقيع على خارطة الطريق في شهر أبريل الماضي، كما تأتي أيضا في سياق إقليمي ودولي صعب، وينتظر منها أن تؤسس لعهد جديد ما بين الرباط ومدريد وفي مختلف المجالات. الحديث هنا عن اللجنة العليا المشتركة المغربية الإسبانية التي تنعقد في عاصمة المملكة الرباط بحضور وفد إسباني رفيع المستوى يقوده رئيس الحكومة بيدرو سانشيز ويضم مجموعة من الوزراء يمثلون مختلف المجالات. سانشيز وقبل أن يبدأ اجتماعاته رفقة الوفد المرافق له مع نظرائه المغاربة تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من العسادس بالتطور الذي تشهده المرحلة الجديدة للشراكة الثنائية من شهر أبريل من العام الماضي. وخلال هذا الاتصال نوه الملك أيضا بانعقاد الدورة 12 للاجتماع رفيع المستوى بعد 8 سنوات على عقد آخر دورة لهذه الآلية المؤسساتية، كما دعا في الوقت نفسه رئيس الحكومة الإسبانية للقيام بزيارة رسمية للمغرب في أقرب الآجال. هي إذن صفحة تاريخية جديدة تخط في عهد العلاقات ما بين الرباط ومدريد، فأي المجالات ستعرف بناء جديدا يصبو إلى مستوى التطلعات التي تضمنتها خارطة الطريق؟ سؤال من بين أسئلة أخرى نطرحها على ضيوف الكرام، حيث يحضر معي هنا في الاستوديو الدكتور عبد الفتاح نعوم المحلل السياسي. دكتور أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا سينوفل، شكرا جزيلا. كما يحضر معي أيضا الأستاذ الحسين قنون رئيس المرصد المغاربي للدراسات السياسية الدولية، أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا سينوفل. يسعدني أيضا أن أرحب بزميلي نبيل الدريوش نائب مدير الأخبارية الإسبانية صاحب الكتاب الشهير الجوار الحذر. سي نبيل أهلا ومرحبا بك، بين ظهرانينا. أهلا ومرحبا سينوفل، بارك الله فيك، شكرا على الدعوة. أهلا ومرحبا بكم جميعا.